سألتك، يعني تابعت هتافات المتظاهرين في الأيام الثلاثة، وكانت هي المطالبة بإسقاط النظام وأيضا مطالبة باستقالة الحكومة. سألتك هنا، يعني هل استقالة الحكومة هو الحل بالنسبة لي، يعني حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان؟ طيب، سؤال في محله. نحن يعني دعني في البداية أتحدث بعدة أمور لأصل إلى هذه النقطة. تفضل. لا أدري إذا الوقت يسمح، ولكن باختصار تفضل في عجلة لكي يعني نتطرق لكل النقاط. نعم، في البداية اتفق جميع المتظاهرون في لبنان أو جميع المتظاهرين في لبنان على أن الدعوة لإسقاط الحكومة ليست دعوة فقط محصورة بإسقاط الحكومة على عكس ما تروج له الإعلام. الدعوة هنا لاستقالة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي هو مسؤول أو رئيس العهد أو ما يسمى بالعهد القوي في لبنان، واستقالة الحكومة بصفتها صفة تنفيذية أو سلطة تنفيذية، واستقالة رئيس مجلس النواب. هؤلاء يعني المطلوب الآن هو استقالة هؤلاء جميعهم، ولو أن هناك تركيز على الحكومة وهذا طبيعي بالمفهوم السياسي بالمفهوم الاجتماعي، كون هذه الحكومة هي سلطة تنفيذية مسؤولة عن فرض الضرائب، مسؤولة عن هذا الفساد، مسؤولة عن المحاسبة. هذا واحد. هل إسقاط الحكومة هو حل؟ هو ليس الحل بصراحة، هو جزء من الحل. لماذا؟ لأن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية مؤلفة من جميع الأحزاب بدون استثناء. يعني هناك وزراء، ثلاث وزراء لحزب الله، هناك ثلاث وزراء لحركة أمل، هناك ست وزراء تقريبا للمستقبل، هناك وزراء للقوات اللبنانية، هناك وزراء للحزب الاشتراكي، وإضافة إلى 11 وزير للعهد وهو المقصود به التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وزير الخارجية صهر الرئيس الحالي. إذن نحن نتكلم عن منظومة كاملة من الفساد لا تخص الحكومة، بل تخص منظومة كاملة مؤلفة من جميع هؤلاء الأحزاب.